تحتضن الجزائر في هذه الأيام الدورة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تشارك فيها جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وكانت كل الأمور التنظيمية الخاصة بألعاب البحر المتوسط جيدة ما عدا التغطية الإعلامية لقناة التلفزيون الجزائري التي لم تقم بواجباتها الإعلامية لهذه الدورة كما يجب. وبسبب هذه التغطية الإعلامية السيئة للتلفزيون الجزائري أصبحت محل لانتقادات كبيرة سواء من الجزائريين في حد ذاتهم أو من الإعلام الخارجي. وانتقد المعلق التركي لقناة تي ار تي التغطية الكارثية للتلفزيون الجزائري من خلال تعليقاته بتصريحات صحفية جاء فيها: كنت أشاهد الجمباز على القناة المصرية فجأة اختفت وظهرت مقابلة الجزائر مع إسبانيا حتى اضطروا لعمل إشهار وقطعوا كل شيء. وأضاف قائلا: مباراة كرة الطائرة بين تونس وصربيا نقلت القناة السادسة الشوط الثالث فقط ثم قامت بإشهار طويل عريض، وعندما عاد البث وجدوا اللاعبين يخرجون من القاعة. وختم كلامه بأن كل شيء كان رائعا ما عدا التغطية الإعلامية من التلفزيون الجزائري. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.